خنزير خنزير كلب واش رداش خليها مسعوده خنزير حط الاصبع في عيونها الداش اللي يقول لها نيم في عيونها We control until the city of Ras Lanuf, and after that, after half an hour, we are going to Bin Jawad. Inshallah, we will go inside Bin Jawad. After that, we are moving to Sirt. Inshallah, today. والله قاعدين احنا تو حاليا قاعدين تحت التفتيش مازال يفتشوا مازال في ناس واجده مفقوده مازلنا في التفتيش قاعدين والله قاعدين احنا تو حاليا قاعدين تحت التفتيش مازال يفتشوا مازال في ناس واجده مفقوده مازلنا في التفتيش قاعدين
والله قاعدين احنا توا حاليا قاعدين تحت التفتيش. مازال يفتشوا. مازال يفتشوا. مازال في ناس واجدة مفقودة. مازلنا في التفتيش قاعدين. والله قاعدين احنا توا حاليا قاعدين تحت التفتيش. مازال يفتشوا. مازال يفتشوا. مازال في ناس واجدة مفقودة. مازلنا في التفتيش قاعدين. شنو هي القناه يابا النصر عقوب الهلوس هذين هذا عقوب يا هو زنقا زنقا جارا جارا يا عمر يا حمار فريدم جردان يحكي عليهم مقاملين قول لا وجينك ان شاء الله اليوم سرت تمور ان شاء الله تربلي باب العزيزية حرار الحمد لله حرار ان شاء الله وصلوا لعند راس الهنوف ولعند بن جواد لعند بن جواد يعني ان شاء الله حررناه باذن واحد احد مناطق نفطيه ومناطق نفطيه بالكامل يعني ما عدا سرت طبعا ان شاء الله ان شاء الله دخلي عليها ما تاخذش منا يوم ان شاء الله الا نخشوا منصورين الله اكبر الله اكبر يبغى تتفرج يبارك ها تفرج ها